قالت هيئة البث الإسرائيلية أن إطلاق سراح مدير مجمع الشفاء محمد أبو سلمية مع آخرين اعتقلوا أثناء الحرب في غزة أتى بسبب امتلاء السجون. القرار استدعى ردود فعل رافضة، حيث قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن إطلاق سراح 50 معتقلا بينهم مدير مجمع الشفاء يعتبر إهمالا أمنيا، وأنه حان الوقت لنتنياهو أن يمنع وزير الدفاع يوف جالاند ورئيس الشباك رونين بار من ممارسة ما وصفها بالسياسة المستقلة المعارضة لموقف الحكومة بحسب بن غفير. من جهته قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قرار إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين جاء بعد مناقشات في المحكمة العليا، وأوضح أنه يتم تحديد هوية السجناء المفرج عنهم بشكل مستقل من قبل مسؤولي الأمن. وأضاف نتنياهو إنه أمر بفتح تحقيق فوري في الإفراج عن سجناء فلسطينيين من غزة. أما الوزير السابق بمجلس الحرب الإسرائيلي بني غانتس فقد وصف هذه الخطوة بالخطأ العملياتي والأخلاقي، وأكد على وجوب قالة من اتخذ القرار بالإفراج عن مدير مجمع الشفاء، مطالبا الحكومة بالاستقالة وتحديد موعد للانتخابات، وأكد على وجوب إقالة من اتخذ القرار بالإفراج عن أبو سلمي فورا. معنا من القدس مراسلة المشهد أحلام عثمان. أحلام، يبدو أن الخلافات في الداخل الإسرائيلي تفاقمت بشأن الإفراج عن نحو 50 معتقلا في السجون الإسرائيلية من قطاع غزة، ما التفاصيل لديك؟ نعم صحيح مالك، هو فعليا ما أثار حفيظة العديد من الوزراء، وكانت هذه القضية مثار جدل، هو إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية. هذا الأمر الذي لاقى الكثير من الانتقادات وأيضا الاتهامات المتبادلة بين المستويات المختلفة، إن كان المستوى السياسي الأمني وكذلك الأمر المستوى العسكري الإسرائيلي، وهذا أيضا ما تسرب من خلال مجموعة لوزراء في الحكومة الإسرائيلية، وكان من بين التصريحات هي تصريحات إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الذي قال بأنه يجب إقالة الشخص المسؤول عن هذا الموضوع، وهو طالب فعليا بإقالة رئيس الشباك الإسرائيلي رونين بار، وقال أيضا بأن على بنيامين نتنياهو اتخاذ الخطوات المناسبة ولمنع أي من القرارات المستقلة لكل من يوآف جالانت وأيضا لرئيس الشباك الإسرائيلي رونين بار. كان هناك أيضا التصريحات التي خرجت من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي قال فيها بأنه لم يكن لديه أي علم بخصوص هذا القرار، وهذا أيضا ما جاء في التصريحات الأخيرة قبل نحو نصف ساعة من الآن لبنيامين نتنياهو الذي يقول بأنه طالب بتوضيحات حول هذا القرار الذي تم اتخاذه دون علم المستوى السياسي فيه. ولكن كان هناك التصريحات المتناقضة ما بين مصلحة السجون الإسرائيلية والشباك الإسرائيلي. بالنسبة للشباك الإسرائيلي يقول بأنه أطلق سراح محمد أبو سلمية بسبب الضيق في سجن سدي تيمان، ولكن مصلحة السجون خرجت في بيان وقالت بعد أن انتشرت الأكاذيب حول هذا الموضوع فهي لم تتخذ أي من القرارات في الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء بسبب أي من ضيق في السجون، وهي غير مسؤولة عن هذا الموضوع. من يقرر الإفراج عن الأسرى هو المستوى العسكري والأمني الإسرائيلي الشباك الإسرائيلي. وتقول بأن أبو سلمية كان في مستشفى في سجن نفحة وليس في سجن سدي تيمان، وبالتالي هذا الأمر بالنسبة للجانب الإسرائيلي أمر معقد جدا. وكانت هناك أيضا من المعارضة الإسرائيلية على لسان بني غانتس التصريحات التي قالت بأن هذا الأمر هو أمر خطأ أخلاقي وأيضا خطأ عملياتي من قبل الحكومة الإسرائيلية، ويجب إقالة من اتخذ مثل هكذا قرار. طيب إذا ما أردنا أيضا الحديث على صعيد التصريحات التي جاءت اليوم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فيما يتعلق باستمرار القتال في قطاع غزة،
بنيامين نتنياهو اليوم يخرج في تصريحات لربما هي مختلفة عن التصريحات التي سبقت من قبل القيادات العسكرية الإسرائيلية. بنيامين نتنياهو من مكتبه في مدينة القدس يقول بأن الجيش الإسرائيلي هو في نهاية مرحلة القضاء على جيش حركة حماس وفق تعبيره، ولكن سوف تبقى هذه العمليات مستمرة من أجل القضاء على فلول حركة حماس في مناطق مختلفة في قطاع غزة. وهو يتحدث عن اقتراب نهاية هذه العملية في مدينة رفح، ويقول بأن هناك إنجازات مهمة وكبيرة للجيش الإسرائيلي في مدينة رفح، وهذا بعد التقييمات الأمنية والعسكرية التي أجراها مع قيادات في فرقة غزة في الجبهة الجنوبية. ولكن هناك المصادر المطلعة على حيثيات هذا الاجتماع الذي كان ليلة أمس مع فرقة غزة، ويقولون بأن عمليا كان هناك حديث موسع حول هذه العمليات، ولكنه لم يتم اتخاذ أي من القرارات الخاصة بإنهاء هذه العمليات. ولكنهم يعتقدون بأن أي المناورات في مدينة رفح هي أقرب من أي وقت من أن تنتهي، وهناك من أعطى موعد أو تقديرات لانتهائها خلال 10 أيام إلى أسبوعين. شكرا لك من القدس مراسلة المشهد أحلام عثمان على جميع هذه التفاصيل.